عمره ما هيبقى نزول كفايه، فانا عايز يبقى تكثيف اكتر، وعايز الناس تنزل اكتر، كل واحد يتكلم اللي حواليه، ونوصل لمرحله، نوصل لمرحله عاليه جدا من التكثيف من التصوير، لان كل ما هزيد التصوير في البلد دي كل ما البلد هتستقر كويس. فانا عايزين فعلا المرحله الجايه بقى نبتدي نعيش كويس كلنا، في دخول كويس وفي استقرار. فلازم نتكلم، كل واحد يعرف حد يكلمه، ما فيش تقاعس، ممنوع التقاعس. لا لازم، انا مش مين اكثر من الشباب، اسالوا اي حاجه، عارفين كل واحد عارف قدره ومصيرته ويقدر يعمل ايه ويقدر يساعد ازاي. لكن انا شايف ان الامور فعلا اتجاه كويس، الشباب شايفين امور صحيحه جميله، فكلنا هنعمل حاجه مع بعض عشان نقدر نوصل. لا كويس جدا، هي كفايه ان احنا دخلنا اهو رغم كثافه الصحافه وطالعين اهو بنتكلم مع بعض ماشيين. الصحفيين انا متحيزهم دايما، الصحفيين دول احنا عاملين لهم برامج ومش هنتكلم فيها بس من خلال لما تعرف. لا احنا عندنا غرفه عمليات شغاله وهنقدر نعرف البيانات كلها كمان. الصحفيين ثلاثه هو عدد النسبه اللي تحصل عليها دول؟ اعتقد عديد عديد وبالتفاعل كمان. هل في ارقام على لا بس ما تقولش حياه وطنيه اللي هتعمل كله مع بعض. لا احنا شفنا نزول طبعا، شفنا اختلاف كبيره جدا وفرحه ناس كثيره، ويمكن كان مؤثر علينا برضه. الناس اللي هنا حاسس ان هم برضه اللي عليهم دور، يعني في وقفوا في درجه حراره ناقصه 4 وقفوا ساعات مره مش تعبوا، ورغم كده راحوا. احنا عايزين المصريين هنا يعملوا اكتر. اتوقع نتيجه جيده، واللي ربنا هيكتبه هيبقى هو ده، لان انت عندك عدد، انت تعرف عدد الشعب المصري كام ولا لسه؟ لا مش كده، يبقى انا عارف ازاي بقى.